وصلنا اليوم لفقرتنا الطبية، بدنا نحكي عن الحساسية عند الأطفال وخصوصا حساسية الصدر اللي هي أكثر شيوعا. كثير من الأطفال بيصابوا بنوبات حساسية فصلية أو ممكن يكون إلى آثار طبية أخرى. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة رشا داغستاني اختصاص أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، يسعد صباحك اللي يعني حضرنا هلا. صباح الخير دكتورة رشا، أهلا وسهلا فيك. يعني دكتورة بالبداية خلينا نعرف شو هي الحساسية. يعني في تحسس ربيعي، في تحسس موسمي، في تحسس من نوع فواكه، في تحسس لا أعضاء الجسم، ولكن خلينا بالبداية نتعرف شو يعني تحسس ومين بيشخص التحسس. هلا بالبداية التحسس هو يعني نوع من رد الفعل الارتكاسي للجسم لعنصر طبيعي بالأساس، يعني عادة مثلا مثل العطور أو حتى مثل ما ذكرتي الفواكه أو أي شيء، هي عنصر طبيعي موجود يعني بالحياة. لكن المشكلة بالجسم بأنه هو بيترجم هذا الشيء على أنه هو مثل عدو فلازم نحن نهاجمه، فبيبلش بقى الارتكاس وتطلع الأعراض هاي تماما، بيصير رد فعل أنه ليهاجم هذا العنصر، فبتظهر عنا بقى هاي الأعراض اللي نحن بنعرفها. طبعا التحسس فيه كتير أنواع من التحسس، فيه مثل ما قلتي التحسس الجلدي، في التحسس الأنفي، في التحسس الصدري، في نوع من التحسس نحن ما بنعتبره تحسس قد ما هو تأق، يعني انه بيكون ارتكاس أرجي كتير كبير اللي بيظهر فيه الوزمات. يمكن اذا تشوفوا اللي عادة مثلا بيتحسسوا من الفستو او الفريز كان يجي موزم حتى، هو هذا شوي نحن بنخاف منه، شوي بيكون خطير لانه احد اعراضه هي طب انه ممكن التحسسيه مره واحده ولا تكرارا يسمى حساسيه؟ طبعا تكرارا يسمى حساسيه، لكن اول مره انه بيحس الشخص انه هو سبب ارتكاسه انه هو مثلا بيقول لك انا اكلت هذا الشيء، انا شميت ريحه هذا العطر بعدها صار معي هالشيء، انا كنت بمكان معين مثلا بمزرعه وشميت ريحه هذا الزهر وبعدها انا صارت نوبة التحسس، صرت عطس، صرت يعني اسعل، صار في عندي ارتكاس تحسسي. يمكن هي موضوع مختلف عند الاطفال لانه الام كثير بتعرف يعني بتتفاجئ بهذا الشيء، واكثر شيوعا هي الحساسيه الصدريه. خلينا نحكي عن الحساسيه الصدريه عند الاطفال لانه احيانا ممكن تكون لفتره معينه وبعد فتره ممكن بتخف. صح، هلا اشيع شيء مثل ما ذكرتي هي الحساسيه الصدريه، عاده بتظهر عند الاطفال بعمر السنه فما فوق، يعني اقل من هي الاعمار نادرا كثير ما حتى انه نشوفها. اللي ممكن انه الام تلاحظ انه ابنها عم يسعل وخاصه بالليل، يعني المميز بالسعال التحسسي انه هو بيكون ليلي او الصبح بكير وقت اللي هو بيكون فيه برد او بدها تبعته على المدرسه، بهذا الوقت اللي بتكون فيه اشيع شيء وقت ذروات نوبات السعال. كمان في ميزه ثانيه انه هو بيجي مثلا بدون حراره، بدون التهاب، يعني بتقول لك ابني ما عم يشكي شيء، مو مرتفع حرارته تماما، انه مو مثل اللي بيجي سعال ناتج مثلا لك عن قريب او التهاب قصبات اللي عاده بيكون ناتج يعني عن شيء التهابي فيروسي، لا هو انه بتقول لك ابني ما في شيء بس كل يوم بالليل لمده اسبوعين صار لي حتى شهر صار له عم يسعل كل يوم كل يوم بهذا الوقت. ممكن كمان تلاحظ انه يسعل بعد المجهود، يعني بعد ما يلعب يركض مع رفقاته اللي يعني عم يلعبوا، شفتي بالطابر الاطفال هون بتقول لك انه بلش يسعل بعد ما لعب، فهي بتخاف احيانا حتى ممكن تفكر انه هو لا سمح الله شيء من الافات القلبيه، انه ابني بعد ما بيقدر يلعب فورا بينقطع نفسه فورا بيسعل، هو لا هو مو هيك السبب، هو ممكن يكون سبب تحسسي. فهي الاعراض عاده اللي بتظهر يعني واشيع شيء عند الاطفال. هلا نحن الام دائما مثلا بتقول لي انه مثلا هو ما تحسن، هو عم ترد تجين يعني تتكرر عنده، رغم انه مثلا نحن بلشنا ناخذ مضادات تحسس. نحن بهي الحاله بننبه الام انه هو مثلا السعال اسمه تحسسي، في شيء منبه تحرض عنده هاي النوبه، نحن لازم انه نحن شو نتجنبها. تماما، فنحن بس نتجنب شوي المحرض نقدر انه نحصل على نتائج افضل. وعادة يعني مثلا في شغلات انه بننصح فيها كمان انه لقاح الانفلونزا كمان انه عم يخفف كثير من اعراض نوبات التحسس، لانه احد مسبباته على فكره هي مثلا اللي هو نوبه انه جاء مثلا فيروس قريب وبلش عنده، ببلش معه بقريب وبتكمل معه شهر شهرين تحسسيه، يعني بيطيب من القريب اللي هو مثلا بنعرف نحن اسبوع مثلا بيرجع بيكمل معه، فهي احد مسبباته. مثل ما ذكرنا محرضات بالشيء العلاقة بالبيئة،
يعني مثل الغبار، العلاقة بالتبدل الطقس، يعني شفتي مثلا الصيف نبلش بالخريف او العكس، هلا مثل نحن شتاء ورحنا الى بعد الربيع، هلا بتشتد هجمات كثير التحسس بهذا الوقت. يعني هلا شهر ثاني بتبلش بقى هجمات التحسس مع الزهر والربيع وكل شيء، فهدول احد المحرضات. نعم دكتوره رشا، يعني كنا عم نحكي من شوي او دائما بنحكي بهذا الموضوع اللي هو السوشيال ميديا، الجروبات الامهات اللي عاملينها اللي هن صاروا اكثر بروفيسوريه، صاروا على علاجات على علاجات على الاونلاين. كل حدا بيعطي نصيحه لحدا، وخاصه يمكن العلاجات العشبيه، العلاجات المنزلية، ممكن يعني ولو هذا ابنك عم تعملي عم تجربي فيه لابنك، يعني عم تردي على السوشيال ميديا. خلينا نحكي عن مخاطر التجربة، وخاصة إذا كان عنده تحسس، هذا التحسس بده دواء، ممكن العشبة هي تزيد له اياه، ممكن هي الخلطة هي تعمل فيدباك سيء للولد. تمام، هذا اللي بنحكيه دائما، إنه مثلا أنا دائما الشكوى ابني عم يسعل، بدأ انه على التليفون نحن نعطي العلاج مثل ما قلتي عن بعد، بالذات موضوع السعال لازم فيه فحص. طب هذا السعال انا شو بيعرفني انه على التليفون انه هو تحسسي مثلا؟ ما بدنا نفحص الطفل، لك تمام، ما بدنا نفحص الطفل، احيانا ما بيكون تحسسي، احيانا بيكون بالعكس انه شيء اعمق من هيك، ممكن يكون التهاب قصبه، طب ممكن تكون معمقه اكثر لذات رئه، ممكن يكون هذا السعال ما له انه تحسس، ممكن هو ابنك ما لك مشخصه انه هو عنده ربو مثلا، بلش فات بشيء ثاني اللي هو الربو، ما له يعني ما عاد صفى سعال تحسسي، انه صارت الهجمات كثيره، اصغائيات اعمق، صرنا نسمع وزيز بصدره، هذا صار ربو، فصار بده معالجه مختلفه، فيعني ما عاد فينا انه نعالج كل حاله ذات الشيء. وكمان مثلا هي بتفكر انه هي اول مره اخذت هذا الدواء بترجع بتجيبه مره ثانيه من الصيدليه، ما هي كل حاله مختلفه عن الثانيه، بجوز هلا عم يصير معه شيء بعد شوي، شيء مختلف، تطورت قلت شيء غير، تماما. فهي الفكره، يعني حتى تخيلي مريض الربو نحن بكل هجمه ممكن نعطي علاج مختلف عن الثاني، حسب الاصغائيات اللي بنسمعها بصدره للطفل، يعني حسب الحاله حسب الحاجه. فنحن ضد هذا الشيء، لانه كمان مثل ما ذكرتي في كثير تضاربات بالادويه، بالذات صحيح. الربو يعني الطفل التحسسي او الربوي مع اي ادويه ثانيه، واشياء مثل ما بنعرف اللي هي المضادات الالتهاب غير الستيرويديه، اللي دائما الام بتركض مثلا لتخفض له حرارته، تعطيه بروفين، فولتيرين، ديكلون، هدول وهن يزيدوا عنا نوبة السعال ويزيدوا التشنج القصبي عند الطفل، يكون مثلا علاجه بسيط يصير علاجه بالمشفى، او ممكن تخدره لشيء اني وبعد شوي تزيد الحاله، تمام. او مثلا طفل تحت السنه نحن ما عرفها، وحتى احيانا بعض الدراسات تقول انه تحت السنتين مضاد استطباب انه نحن نعطيه مسكن للسعال. نحن يعني بادويه السعال في عندنا بحر كثير كبير، في شيء له علاقه بالقصبات، في شيء يعني بيلعب باليات ثانيه، فانه مثلا بتروح هي لحالها بتشتري دواء انه ليسكن له السعال وهو تحت السنه هذا الطفل، نحن بالعكس مضاد استطباب انه نعطيه مسكن للسعال، احنا بالعكس بهذا العمر ليش ما انه ما بدنا نعطيه؟ لانه بدنا اياه يطلع اذا في شيء مفرزات بصدره، بدنا اياه يسعل ويطلعهم، احنا ما بدنا نسكن السعله، انا احيانا بكتب له دواء الام بالله على فكره حتطلعين عندي حتزيد السعله ما حتخف. انه احنا بدنا اياه يطلع شو في عنده مفرزات بالعكس. فهي الفكره اللي مثل ما ذكرتيها، الخطا انه العلاج عن بعد او عن طريق لحالة او اشتغل عائلي او استشاره عائلي او تروحي لحالها تجيب من الصيدليه مثلا، هذا كله غلط. طيب خلينا نحكي عن جلسات الرزاز، ايمتى الواحد بيلجا لها؟ يعني عم نشوفها من خيارات تكون قريبه، يمكن هي اخر، ايمتى فيني انا اقول هيدا الطفل يحتاج لجلسه رزاز؟ هلا عاده الطفل اللي بنسمع فيه عنده باصغاء صدره تشنج قصبي وزيز، احيانا نحتاج انه نعطيه هذا الرزاز. تماما دكتوره رشا، هذا السمع قد ايه بده وقت لحتى نحن نعطيه رزاز؟ هلا يعني حسب حالة الطفل، هلا بيجي الطفل بنفحصه نحن ممكن نقيمه، اذا هو مثلا موضوعنا سعال تحسسي وما كان في اي اصغائيات صدريه، يعني كانت السعال مو ناجم عن اي شيء تشنج قصبي، مجرد ارتكاسي، لانه احنا بنعرف التحسس مثلا بتزيد مفرزات البلعوم او الانف، فارتكاسيا لها بصير في سعال مثل تخريشي ما له ناجم عن الصدر، عرفتي كيف؟ ما له عميقه هي السعله، هذا ما له بيعازه بصراحه للارزاز، مجرد مضادات التحسس وبعض ادويه السعال انه يمشي حاله، لكن متى ما فتنا
بتشنج قصبي صراحة، فإذا كان شديد والطفل أحيانا بيجي بحالات إسعافية، يعني بيكون في عنده زلة تنفسية، تسرع بالتنفس، زرقة، طحة، هاي الحالات فورا إنه إحنا تستدعي إنه إحنا نعمل إرزاق صراحة. في إمهات بيخافوا، هو ما له علاقة لا بيعمل، بتقلي إنه بصير بيتعود إنه يصير كلمة شائعة، تماما كلمة شائعة بتخاف، لا 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 أبدا ما بيعمل أي إدمان، ونحن ما نضطر له إلا للضرورة، يعني وقت اللي بيكون الطفل بحاجة لهذا الشيء نحن بنعطيه، يعني ما مو انه الشغله فيها اي مخاطر، يعني اكيد نحن بنخاف على الطفل، هو علاج طبي مثله مثل اي علاج اخر بس تماما حسب الضروره، بالعكس حتى الطفل بعده بيرتاح يعني. تمام دكتوره رشا، علاج الحساسيه عند الصغار وعند الكبار هو طويل الامد يعني وممل جدا، وبصير الصغير والكبير بده حل اسرع، بده شيء سرعه زائده. اليوم نحن صار في حالات انه وقف الحساسية، صار فينا نوقف الدواء وبعد فترة ترجع الحساسية. خلينا نحكي عن هذا الدواء اللي هو بيصير في البني آدم عند التحسس. هلأ عادة نحن في خطوط علاجية، يعني مثل مثلا مضادات التحسس في عنا أجيال وأنواع، فنحن عادة أنه بنعطي نمشي للمريض بخط معين، لاحظنا أنه الجسم نوع من تعود على هذا النوع من العلاج، فنحن بنغير لنوع ثاني بنمط ثاني، وبنحاول ننبهه انه نحن مثلا في بعض الادويه انا بكتبها صراحه وقائيا قبل ما تجي نوبه التحسس، يعني بقول له مثلا تاخذ هلا الكورس العلاجي بتخلصي بتكملي شهر كامل وقائيا طول فتره الشتاء مثلا، او هلا مثلا جايه الدنيا عربيه بنقول بتبلشي فيه لهذا الدواء حاليا قبل ما تبلش نوبه التحسس، عشان انه نحن نخفف من الارتكاز التحسسي عنده. بنحاول قدر الامكان انه له بهي الفتره انه ما يتعرض لتيارات الهواء، صار عندنا في انه ارتكاس على المكيف كثير، انه ممكن يحرض عنا نوبه تحسس كثير فظيعه، فنحن بننبه عليها انه نحاول بقدر الامكان نعمل هذا الشيء. بالنسبه لانه ناكس هو ناكس، وممكن عند الاطفال يعني في شيء ايجابي انه ممكن اذا هو عند الاطفال على الخمس ست سنين ممكن يخف، لكن مو بالضرورة، يعني ممكن انه ما يخف، ممكن يستمر معنا انه طول العمر، هو عنده بنية تحسسية وبالاساس بيلعب دور الوراثة، يعني هو المسبب الرئيسي اساسا للتحسس والامراض التحسسية، ولنكمل بالربو هو الوراثة، اذا كان في وراثة صعب بقى انه ننهي هذا الشيء، لكن قدر الامكان بنحاول نخفف من الهجمات ونخفف من الاعراض اللي بتظهر، يعني الاعراض المزعجة من التعطيس، السعال، الحكي، لانه احيانا حتى ما بتكون بس مجرد تحسس صدري، بتكون مع انفي، يعني بيكونوا مرتبطين احيانا بيجوا الاثنين سوا، وعيون تماما مع احتقان ملتحمه، يعني اللي بنسميها حمى القش، فانه بتفوت كلها سوا مع بعض، بيعاني المريض منها هالفتره صراحه. طيب دكتوره، هي الحساسيه ممكن تبقى مع الطفل ترافقه، ولا ممكن عند عمر معين مثل ربو الاطفال؟ يعني نحن بنعرف ربو الاطفال بعد خمس سنين ممكن يخف، ممكن يخف. هلا نفس الشيء على خمس سنين كمان التحسس انه ممكن تخف هجماته وممكن تمتد تماما، بس يعني اجمالا بتخف عن اول، يعني اذا كانت يمرق عليه ثلاث او خمس هجمات بالسنه ممكن يتمر عليه هجمه واحده بالسنه، يعني هذا الفرق اللي ممكن احنا نلاحظه، وممكن ما عاد يشوف الا بالشيء بالنادر يعني، فبالمستقبل اي انه ممكن نحن انه تخف الحالات. نعم دكتوره رشا دغستاني، نحن كثير بدنا نتشكرك، وبدنا نرجع ننوه لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، حتى لو ظروفنا الاقتصاديه صعبه، حتى لو يمكن عم نعاني من قصص كثيره، ولكن دائما خلي مرجوعنا الى الطبيب حتى ولو عن الاتصال او مره بالشهر زياره للاطمئنان عن الاطفال، نبعد كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، لانه خبرات بعضنا هي تختلف وكل ولد له شيء شكل. شكرا كثير لك، يسعد لي صباحك يا دكتوره. يسعد صباحكم، بدي اشكرك دكتوره، وبنتمنى الصحه لجميع الناس ولجميع الاطفال.